الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا في رحلتنا القرآنية إلى صفحة رقم 355، وما زلنا مع سورة النور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا نمشي به في الناس، اللهم أمين يا رب العالمين. وسورة النور حول التربية الأخلاقية والأداب الاجتماعية، وهي 14 مقطعا للأخلاق العلية: الزنا وأحكامه وعاقبته المرضية، وحد القذف والإهانة اللامرضية، واللعان وأحكامه وقد نزل في هلال بن أمية، وحادثة الإفك والتبرئة الربانية، وأداب الاستئذان وقد نزل في المرأة الأنصارية، وغض البصر عن الأجنبي والأجنبية، والترغيب في الزواج وهدم ما كان في الجاهلية، ونور الإيمان وظلام الكفر، وتوسط الآية النورانية. وهذا هو المقطع الثامن من السورة الكريمة، هو المقطع الوسط في هذه السورة الكريمة. نور الإيمان وظلام الكفر وتوسط الآية النورانية، يعني آية النور، وما عقب الله تبارك وتعالى بعدها، هو الذي نحن بصدده الآن. بعد أن بين الله تبارك وتعالى هذا المثال الرائع الجميل المعجز لنوره جل وعلا في قلب المؤمن، هو كالمشكان التي فيها مصباح، والمصباح في زجاج، والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وهذه الشجرة المباركة هو الإيمان، هو الوحي الذي نزل من الله تبارك وتعالى، فهو الذي أو منبع النور لقلب كل مؤمن ومؤمنة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يعني نور الوحي ونور الفطرة، لأن الله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق على الفطرة الصحيحة وعلى معرفته جل وعلا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وفي سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا هو نور الوحي عندما يلتقي بنور الفطرة، فيكون نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى مكان هذا النور، أين نجد هذا النور، وكيف يشحن كل مؤمن ومؤمنة قلبه بهذا النور العظيم في بيوت الله عز وجل. ولذلك جاء في الآية بعد آية النور: في بيوت أذن الله. وبيوت جاءت نكرة لتعم جميع بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض، بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. يبقى هذا برضو في بيان أن هذه البيوت التي أذن الله تبارك وتعالى لها أن ترفع، إنما هي رفعت وبنيت بأمر الله وبإذن الله عز وجل، ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، مش يذكر فيها بقى البدوي ولا الحسين ولا السيدة زينب ولا الدسوقي ولا كلام ده، لا، إنما هي يذكر فيها اسم الله عز وجل
دلوقتي عاملين مولد تاني مبتدع، يقول لك المولد مش عارف ايه الترحيبي ولا مولد ايه، يعني سبحان الله بدأوا السنة دي يجددوا في بعض ايه في بعض هذه الامور، بعد ما كان مولد البدوي واحد بس، لا عاملين كمان مولد كمان جديد، هيبقى مولدين يعني في السنة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وكأنه يعني صار يعني زي طريقة كده عشان ياخدوا بها أموال الناس، والناس الجهلة اللي بيحبوا يجروا ورا الخرافات والكلام ده يروحوا ويدفعوا بقى النذور في الصندوق والكلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فبيوت الله تبارك وتعالى إنما يذكر فيها اسم الله عز وجل، مش اسم أي حد ثاني أبدا. يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني بالغدو والآصال هو أول النهار وآخره. مين اللي بيسبح؟ رجال. شوف ربنا سماهم رجال سبحانه وتعالى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي بيترك أعماله وبيترك مشاغله فهذا رجل ولا لا؟ هذا رجل. طيب اللي بيظل في شغله وبيظل في أعماله في أثناء الصلاة يطلق عليه رجل ولا لا؟ لا يطلق عليه رجل. رجل يبقى يترك أشغاله يترك أعماله يذهب إلى بيوت الله جل وعلا. فإذا لم يذهب إلى بيوت الله تبارك وتعالى في هذا الوقت فهو يعني انتفى عنه صفة الإيه؟ صفة الرجول بمفهوم المخالفة من القرآن الكريم. يبقى رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه وتعالى والإتيان بالصلاة على أكمل وجه، ولذلك جاءت إيه؟ وإقامة الصلاة. وإقام الصلاة مش مجرد كده أداء الصلاة وخلاص. ليه كلمة إقام الصلاة؟ إيه الفرق ما بين الإقامة والأداء؟ الأداء إنك كده بتأدي حاجة وخلاص، إنما الإقامة يعني إقامة الصلاة بخشوعها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، إقامة وأنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى في خشوع تام. والإتيان بالصلاة على أكمل وجه وإعطاء الزكاة لمصارفها يخافون يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير. فالمؤمن هو الذي يحافظ على أوامر الله وينتهي عما نهى الله جل وعلا. المؤمن الذي يريد أن يحقق صفة الرجولة عليه أن يحافظ على كل ما أمر الله تبارك وتعالى ويأتمر به وينتهي عما نهى الله جل وعلا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني عملوا ذلك ليثيبهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء عليها سبحانه وتعالى، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم يعطيهم أضعاف ما عملوا سبحانه وتعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لما بيّن الله تبارك وتعالى مآل المؤمنين بيّن الله تبارك وتعالى مآل الكافرين، فقال جل وعلا والذين كفروا، في المعنى الذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها. أعمالهم واحد كافر وعمل أعمال خير بين الناس، أعماله الخير دي هل هذه الأعمال تقبل عند الله جل وعلا ياخد جزاء عليها؟ لا، ما ياخدش ولا لو عمل إيه بالناس، لو أطعم مساكين والفقراء، لو يعني عمل حاجات تخدم الناس في الطرق، عمل أي حاجة تخدم الناس أو الكلام ده، فهذا العمل بياخد ثناءه في الدنيا من الناس، إن الناس تقول عليه الكلام يذكر بالذكر الطيب الجميل الحسن، مع إنه كافر غير مسلم وعمل أعمال كويسة خد جزاءه في الدنيا إن الناس بتثني عليه بالذكر الحسن. يعني كتير يقول لك مثلا إيه فلان
فلان ده فتح صيدلية وهو غير مسلم، بس ده بيساعد الناس وبيعمل تخفيضات مش عارف كام في 50% والكلام ده كله، لو لقى حد مثلا مريض كده فقير ممكن ما ياخدش منه الفلوس كمان، كلام زي كده بيعمل خير يعني. أعماله ديت حكمها إيه؟ أعمالهم كسراب، أعمالهم كسراب، حاجة كده ما فيش أي ثواب عليها خالص. وهناك في سورة إبراهيم مر معنا إيه؟ كرماد إن اشتدت به الريح في يوم عاصف. كرماد يعني إيه؟ زي ذرات التراب كده الصغيرة، جات الريح وراح جام طياراه كله في يوم عاصف. هو ده الكافر، أعماله الخير اللي بيعملها عاملة بالضبط كده زي ايه الكفر بتاعه، ما حاله كل اعماله اللي هو عمل. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كسراب بقيع، كسراب بقيع مثل السراب بمنخفض من الارض، يراه العطشان فيظنه ماء فيسير اليه حتى اذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء. حاجة كده زي خدعة، بس كده زي خدعة. وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج آخر. خلي بالك ده من إعجاز القرآن الكريم، لما بحثوا وجدوا في المحيطات والأنهار العميقة وجدوا بالفعل في أمواج في داخل البحر من الداخل. سبحان الله، مش الموج اللي احنا بنشوفه بس فوق ده، لا، وجدوا بالفعل ان في امواج في داخل البحر، في داخل البحر. سبحان الله العظيم، هذا مصداق القرآن الكريم. موج يعني ايه؟ في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج اخر من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض اذا اخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة. وهكذا الكافر، فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبي، ومن لم يرزق الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. يعني ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته، وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء، كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبيح من يسبح منها كالطير، والله عليم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم شيء سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، يعني لله سبحانه وتعالى وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقي يذهب بالأبصار. وهنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعله متراكبا يركب بعضه بعضا فترى المطر يخرج من داخل السحاب وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى. وده بيحصل في بعض البلاد، بنشوف الكلام تلاقي المطر نازل عامل زي الحصى كده،
يا رب سلم، لدرجة ان لو واحد نزل المطر على دماغه ممكن يموت فيه. يعني نسأل الله عز وجل العافية والعافية. شفتها قريب دي في مقطع على الايه، في مقطع على الانترنت، سبحان الله العظيم. واحيانا بيحصل هنا بس ما بيبقاش كبير قوي زي في الايه، في البلاد التانية دي. فيصيب بذلك المرض من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم، يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار. يستفاد من هذه الآيات رقم واحد، موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم. المؤمن بيوازن بين مشاغله الدنيوية والأعمال الأخروية، يعمل كده موازنة، عامل زي اللي متزوج ايه باتنين، لو مال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ايه مائل، عشان هو مال مع واحدة وترك التاني، ضيع حقوق عليه، ضيع حقوق عليه. فكذلك اللي بيميل للدنيا ويسيب الآخرة ايه اللي بيحصل؟ لازم ان هو يعمل موازنة. وخلي بالك بقى، شوف اللفتة الجميلة ديت، انت لازم تعمل للآخرة وانت في الدنيا ديت، يعني هتعيش وقت قصير جدا. هتعيش كم سنة مسكين؟ 60 70، خليك عشت 100 سنة، في النهاية تروح فين؟ في النهاية هتموت. شوف الانسان في البداية بيبدأ ايه؟ صغير. في البداية بيبدأ صغير ضعيف، الله الذي خلقكم من ضعف. بعد كده بتوصل لل30 سنة، واخد بالك، بتبقى عامل زي الصباع ده هو كده بالظبط. بعد كده بتوصل لل40 سنة، حتى ايه وبلغ اشده، توصل ل40 بلغ اشده، لذلك بص ده اطول ايه، اطول صبع. بعد كده بتنزل لكام سنة؟ 50، بتبقى اشبه بالصبع ده كده. بعد كده بتوصل ل60 بقيت عجوزة زي ده كده، خلاص يبدأ بقى الظهر ينحني، ومن نعمره نكسه في الخلق، هو ده آخرة المطب. بعد 60 بقى يعني، وذلك بعد 40 تلاقي فيه تنازل كده أهو، أقل أقل. إنما من هنا بتبدأ الصغير أعلى أعلى، 40 أشده، بعد كده بتنزل للأقل. هو ده الإنسان، عامل بالظبط زي إيديك كده، صابعك الخمسة كده، سبحان الله العظيم. فلازم إن كده تجتهد لأعمال الأخرة. كذلك يستفاد بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان، ما عندوش إيمان يبقى عمله كله حابط، لا يقبل عند الله جل وعلا. رقم 3، أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبحة المطيعة. الكافر ده كأنه صار عكس الكون، الكون كله يسبح الله سبحانه وتعالى، الطيور والجمادات وكل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنما الإنسان الكافر هو يسير عكس الاتجاه، يسير عكس الكون كله بأكمل، وذلك كان غضب ربنا سبحانه وتعالى عليه، وكان مقاله جزاء النار. آخر حاجة، جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ونجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم بلغنا رمضان، وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.